ناجحة إن شاء الله يكونوا دورات أخرى في رياضات أخرى بنفس المنوال. الدورة الرياضية أخذت إشعاع كبير سيغتو في الكالندريي متاع دبليو في تي ا، هما حبوني الردة 500,000 دولار. الحقيقة عندنا صعوبات كبيرة باش أنا نجيبوا لي سبونسور، راه مش سهل في الظروف تمر بها البلاد، معناتها هذوما إذا كان ما يعرفوناش، إذا كان ما يحبوناش، إذا كان ولادهم مش قاعدين يمارسوا في الرياضة هذو، إذا كان مش قاعدين يواكبوا فينا عام كامل، صعيب ياسر راك تجيب مستشار اليوم باش تنظم دورة دولية. كل احنا قاعدين نحطوا في دي جون تري بروفيسيونيل دون تو لي دومين، قاعدين نسكنوا فيهم في نزل اللي تشوف الليله اليوم في سبتمبر في نزله كيكه قداش، هذاك عليه احنا كجامعه تونسيه للتنس ومنذ تمسكت الاتحاد خممت في السياحه الرياضيه اللي هي اليوم خلتني نعيش ونعيش الصغيرات، واللي الحمد لله ضمن من خلال تنظيم الدورات قاعدين ندخلوا في شويه فلوس باش نجموا نعيشوا باش نجموا نخليوا التنس التونسي الحقيقه الفوق. ودبليو في تي ا معناتها هما اللي سنة اصروا باش نبداو واضحين باش ينظموا الدوره هذه، خاطر بدلوا لي الوقت حطوا لي في سبتمبر، في سبتمبر الوتلا غاليين وانا تتكلف لي اكثر باش نبداو واضحين توا كي نحكيوا على الدوره. هذاك علي تسببت معاهم وقلت لهم نحب الديفيزيون في تيلي تونيزيان واعطيت برشا شروط تجي في فتره بعد اليو اس اوبن، هي فتره باهيه خاطر يجم اللي يخسر يجي ومتوسطه خاطر يجموا اللاعبات اللي حاشنا بهم يخلطوا للفينال ما يجموش يجيو خاطر الدوره اوفيسيلمون تبدا لو 7 بالتابلو كاليف. بيان سور باش يكونوا موجودين البنات صغار كيما راسيل رانيم كيما يمكن دي سوربريز افيك دي توت بيتيت في مينيم اي كادات على خاطر دوره كيف هكا تخليهم معناتها تعطيهم دو لا بيرسيفيرونس وتخليهم تري تري موتيفي. جديد انه السنه بون ابار الدوره هذه ماهيش في اكتوبر في سبتمبر، المباريات مش تكون كلها بعد الظهر وفي الليل، ما عندناش مباريات الصباح. ادوار الكاليف اللي كانت 16 لاعبه سنه 24 لاعبه يترشحوا منهم 6 لاعبات للادوار النهائيه. اغلب اللاعبات اللي باش يكونوا في الجدول النهائي توب 100، عندنا تقريبا 16 لاعبه في التوب 100، فيهم اثنين في ال 30 على العالم، اثنين في ال 50 على العالم، دونك ننتظروا انه مش تكون مباريات قويه ياسر وعلى مستوى عالمي كبير. الدوره الاولى والدوره الثانيه بشهاده الدبليو في تي ا انه كان النجاح 100%، دونك احنا مش نزيدوا بعض الاضافات في كما قلت لكم انه صناع حسنا الاضاءه مش يكونوا المباريات كلها في الليل. الحاجات الاخرى ان شاء الله للجماهير باش يلقاو مفاجات، السبونسور باش يعطيو عديد من الجوائز، باش نحاولوا التقليل شويه في الاسعار نتاع التذاكر مقارنه بالدوره الاولى والدوره الثانيه هذاك، وفرحانين ياسر اللي هو سبتمبر اللي تلامذة في عطله، دونك باش يكون فرصه للولاد الصغار باش يجيو يتفرجوا على اكثر مباريات في رياضه التنس.